مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. وبالبدايه بدي اقول كل ما صدرت تعرف في كل اخر شهر للمولدات الكهربائيه، لا اصحاب المولدات مرتاحين للتسعيره ولا المشتركين كمان، وكأن صار من المفروض إعادة النظر بالآلية يلي انوضعت. وكان في دايما قول انه يا ريت بنعمل لجنة من قبل اصحاب مولدات بيرجعوا بيجتمعوا مع الوزير الجديد حتى يتفقوا على آلية تريح الكل، لأنه اليوم بعض أصحاب المولدات ما عارفين لمين بدهم يعطوا مولداتهم لأنه ما هم قادرين يكملوا. بالوقت المواطن كمان اليوم يلي ما حط عداد ويلي حط عداد بيقول إنه التعرفة عم تطلع شوي غالية، وفي ناس هلأ بدأت تحط عدادات وأصحاب مولدات ما عندهم عدادات قالوا نشتروا من السوق نحنا منركب لكم إياها والأكيد بتدفعوا أنتوا حقها. بكل الحالات أنا بتمنى على الوزير الجديد وزير الطاقة والمياه يرجع يجتمع مع مجموعة من أصحاب مولدات، لأنه نحن لا غنى حالياً عن هالمولدات بما أنه كهرباء لبنان منا قدرة تعطينا 24-24 وبما أنه التقنين وصل لأكثر من 10 ساعات ببعض المناطق، من هيك أكيد بدأت تتراكم الفاتورة. ولأنه في سوداء بالمازوت في ناس اشترت من أصحاب المولدات التنكة يعني ب 23-22 ألف ليرة بالوقت يلي محددتها السعر الرسمي محدد بالتعرف يلي عليها ارتكز السعر للمواليد ب 18,063 ليرة. وكمان مطلوب انه توضيح يعني وين يعني غير المناطق الجبلية اللي بنعرفها وين صاحب الموتور بيقدر يفوتر 10% زيادة، لأنه حاطين للمناطق الجبلية، ولكن من وين بنبلش مناطق جبلية أو مناطق نائية؟ من وين؟ يعني هلا هو على علو 800 متر 450 متر 600 متر 1200 متر ولا شو؟ هي كمان بدها توضيح من الأساس. منبلش بالمعلومة. معلومتنا اليوم بتهم كل المضمونين يلي اخدين مواعيد وناطرين حتى يقبضوا فواتيرهم ودائما في تأخير. فمدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دكتور محمد كركي أصدر قرار حامل الرقم 61 تاريخ 3 شباط 2020 قضى بموجبه تمول دوريا المكاتب الإقليمية والمحلية المدرجة في هذا القرار والبالغ عددها 32 مركز بالسلوفات المالية المحددة لكل منها. 2 تخصص السلفات لتسديد تقديمات فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية باستثناء المضمونين الاختياريين، وهلأ بقلكن أي متى المضمونين الاختياريين، وتلك العائدة منها للمستشفيات والمؤسسات المتعاقدة على أن تظهر تقديمات المرض والأمومة والتعويضات العائلية العائدة لقطاع البحر والسائقين المالكين وغير المالكين وأجراء الأفران والمخاتير والأطباء والطلاب والمتقاعدين بصورة مستقلة على اليومية العامة وفي ميزان الحسابات بالإضافة إلى الأعباء المصرفية. يعتبر رؤساء المكاتب الإقليمية والمحلية والمحاسبين المكلفين بدفع التقديمات وللمعتمدين لدى المصارف قيمين على السلوفات كل فيما يخصه في كل مركز من مراكز الصناديق يلي عددها 32. تسدد هالسلوفات في مهلة أقصاها 31/12/2020، والمدير العام أعلن أنه مكاتب الصندوق راح تباشر بدفع التقديمات للمضمونين خلال الأيام المقبلة. ولكن اليوم باتصال مع المدير الماني ورئيس الديوان في صندوق الوطن للضمان الاجتماعي الأستاذ شوقي أبو نصيف أكد لي أنه بدأوا اليوم المكاتب بتطبيق هذه المذكرة، يعني من اليوم بلشوا الدفع، وأكيد يعني اللي بدهم يجوا بشهر شباط اللي معهم مواعيد بشهر شباط أكيد رح يكون الأولوية للأمراض المستعصية، لأنه بنعرف أن كل 15 يوم مفروض ينعطوا المصاري حتى يقدروا يكملوا الدواء خصوصا أمراض مستعصية. وبالتالي بالنسبة للمضمونين الاختياريين من المتوقع مع بداية الشهر المقبل يمكن يصدر إعلان مماثل بيصير بيتم فيه الدفع للمضمونين الاختياريين. حبيت أوضح هذا الموضوع لأنه الكل ناطرينه وبالوقت ذاته يعني إن شاء الله هلأ بتفرج على كل الناس بهذا الموضوع. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444. ما بعرف صار في اتصال. الو
ألو بونجور. بونجور. كيفك مدام ريبيكا؟ أهلا مدام. معك جورجيت شاهين. أهلا مدام. ليكي مدام، أنا صار لي شي 30 سنة فاتي بشركة أسيرونس. نعم. وكنت عم بدفع، بس هلأ بهالوضع هيدا ونحنا كبرنا زادوا علي كتير، يعني صرت بتقريبا $4,000-5,000 بدي أدفع أنا وجوزي، وما في أشغال وأنا ما عندي ضمان. حبي شوف إذا بقدر فوت ضمان اختياري أو شي، لأنه أنا صرت كبيرة بنت 64 سنة ماني قادرة بقى. مدام جورجيت، الضمان الاختياري متوقف من عدة سنوات، يعني أخذوا يعني أول دفعة وما عادوا جددوا، يعني اليوم اللي دخلوا بالضمان الاختياري دخلوا هلأ ما في طلبات جديدة ولا في انتساب جديد كضمان اختياري، يعني ما إلك إلا الأسيرانس وزارة الصحة إذا ما كان عندك ضمان ولا تعاونية موظفين أو أي شيء، يعني أي شركة ضامنة. طيب واللي ما بيقدر يأمن بيموت يعني؟ أكيد لا، يعني اليوم وزارة الصحة موجودة، يعني وزارة الصحة اليوم على حسابها بيدفع المواطن من قيمة الفاتورة إذا لا سمح الله دخل المستشفى 15% أو 10%. طيب أوكي، بس هلأ بالنسبة للمضمونين هلأ إذا ما كانوا، يعني كل هالسنوات عم تحكي 30 سنة، إذا ما كنت كتير صارفي أو كنت يعني صحتك بعد الحمد لله منيحة وغيره، يمكن كمان بيصير في بعض يعني ممكن ينحكى معهم إنه بلكي بتأثر شوي تتوطى الفاتورة. اللي عرفته أنا إنه صار في غلا حوالي 0.8% على بوالس التأمين. هلأ ما بعرف، لازم نحكي مع شركات التأمين لنعرف على أي كيف رح يعتمدوا البوالس الجديدة، وأكيد 4,000 يعني منه رقم هين، خصوصا كمان بالدولار، ما بعرف عدايب نحسبوا لك الدولار كمان. أهلا وسهلا فيك، كمان اتصال. ألو ألو بونجور. بونجور. ألو بونجور ريبيكا. ايه بونجور صديق البرنامج. ايه أهلا وسهلا، زمان ما سمعنا صوتك. شغلتين ثلاثة وبعدين بتعلق عليهم تنربح. تفضل. تنربح الوقت. تفضل. أول شغلة، غلا المنتوجات بالسوبر ماركت. طيب بيعلى الدولار بغلوا، وقت اللي بينزل ما بينزلوا. هاي من مسؤولية وزارة الاقتصاد، من مسؤوليتهم أبدا ما يتنصلوا من المسؤولية. نمرة اثنين، بروح للمصارف. المصارف أي تعميم بده يصدر عن حاكم المصرف رياض سلامة، التعميم السابق يلي صدر مشان الدولار 2,000 ليرة، طيب هيدا انه بيصرفوا من دولار للبناني 2,000، واذا بدي اشتري دولار ما بيقولوا شو لازم يكون سعر الصرف. هيدي كمان شغلة مهمة. ثم بروح لموضوع السحوبات. طيب عم بيحكوا عن المصاري لواحد مجمد مصرياته على شهر او اكتر. طيب اللي عنده حساب جاري خيي هيدا شو وضعه؟ قديش بكون تعطوه؟ عم بيحكوا بسقوف انه 25 مليون ليرة بيسحب خلال شهر. بعدين في موضوع كتير مهم، شو اسمه، الشركات اللي بيستوردوا طحين وأدوية وشو اسمه وغاز وبنزين وغيره. طيب للتجار هلأ عم بسمع انه بكون يفتحوا $50,000 يقدر يحول، وبدأ مبررات ما بعرف شو. اذا تاجر حديد مثلا وبدو يستورد $1,000,000، كيف هذا بدو يعمل؟ ما بيمشي شغله يمكن بأقل من هيك. ثم مع حق المدام اللي كانت متصلة قبل انه بتعطونا $100 يا خيي، طب شو كيف بدنا نسدد اي فاتورة؟ يعني هيدي $4,000 واخر بدعة، واخر بدعة عم نسمعها تنهي حديثي، انه جيب تشيك بنكير من حسابك خديه على احدى الشركات يلي بيحقلها انها تحول مصاري لبرا. عم بعطي على سبيل المثال، انا مش عم بتهم بس هيدا اللي عم نسمعه. هلأ في ناس عندهم شو اسمه، عندهم وقاية او عندهم اثباتات، بياخدوا تشيك بيعطوها لشركة مثلا، لنعطي مثل شركة ادوية او شركة بنزين، انت عم بتروحي تعبي بنزين وتدفعي مصاري،
وصاحب المحطة عم بيعطي المصريات للشركة، بتروحي أنت على الشركة بتعطيه تشيك بمبلغ لنقول 100,000 دولار، بحطه بحسابه لأنه هو بيقدر يحول ليستورد، بيستعمله هيك، وبيعطيك من النقد يلي هو عمال بيوصلوا له من مصريات العالم، بيعطيك بيخصم منه 25%، عم بيقولوا ناس بيقولوا 15% كوميسيونته. هيدي كل هالأمور، وأنا بسمع تعليقك هلا وشكرا. من آخر نقطة، هيدي في صيارفة عملوها، عرفت كيف؟ في صيارفة عملوها إنه نحن بنعطيك نقد قد ما بدك وبناخذ 30% أو 25%. هلا بالنسبة للسعر تثبيته على 2000 وال هيدا الموضوع يعني أكيد ثبت 2000، ولكن لما واحد بده يشتري عم يكون أعلى شوي. هلا اللي عرفته كلنا سمعنا انه المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وقف بعد الصيف اللي تخطوا هذا الموضوع. شغله ثانيه بالنسبه للمنتوجات الغلا بالسوبر ماركت والهيك، انا برجع اليوم عم طالب يكون في عنا دعم لسله غذائيه، لانه مش مسموح اليوم حدا طفل ما يقدر يشرب حليب، ويعني السله الغذائيه يكون فيها الاساسيات، الاساسيات من الامور هيدي تكون مدعومه وهيدي ما تزيد، لانه ناس بدها تستمر بدها تاكل، الاولاد بدها تكبر، كيف بدها تعمل؟ لازم نرجع ندعم شيء اسمه السله الغذائيه. وبدي اقول كمان انه اليوم اوكي اذا يعني نحن اذا شارين على 1005 في بعض السوبر ماركت بعدها عم تعتمد دولار 1005، ولكن رفعت السعر من مال تاني. يعني احنا كلنا اذا تنقول اغراض كنا نشتري 100,000 ليرة، اليوم ندفع عليهم هن زيتهم 200,000 ليرة. يعني هون كمان بدنا تحديد في سلة غذائية بدها تكون مدعومة، وإلا الناس للأسف شديد بتوصل للإجرام والجوع كافر. شغلة تالتة اللي حكيت حضرتك كمان عنا موضوع التأمين وغيره، يعني اليوم كل شيء زاد، كل شيء زاد، ما في كنترول على شيء، بدنا كنترول على كل شيء. بكل الحالات أنا بشكر اتصالك وبتمنى كل هالملاحظات اللي عطيها اللي هي أكتر شيء عم تزعج المواطن، وهي هلأ نية أمام الحكومة الجديدة ما عندهم شيء طالبينه الناس الحكومة الجديدة إلا تثبيت الدولار على سعر معين والرقابة على الأسعار وبالتالي التصرف المودعين بمصرياتهم. عنا فاصل ومنتابع. نتابع الحل عنا عبر الام تي في. بدي اقول انه مؤسسه بالبقاع اعلنت ببيان انه الفرق الفنيه التابعه لها تعمل على كشف مشكله مياه الشفه في بلده سعد نايل ومعالجتها بعد ان اشتكى مواطنين من سكان حي البحيص من وجود لون ورائحه كريهه فيها. تبين ان هناك بعض التسريبات والنقاط التابعه المستجده كون الشبكه المستعمله حاليا قديمه وحالتها سيئه وبعود تاريخ انشاء لعشرات الاعوام. عم بتواصل الفرق الفنيه اصلاح النقاط النابعه عن الخط المذكور حفاظا على صحه المواطنين، وبالتالي اكيد اذا عرفنا اي جديد بنعطيكم اياه. باخذ اتصال. الو الو تفضل. يعطيك العافيه. اهلا. ممكن احكي مع جد ربيكا؟ ربيكا معك، تفضل. ايه يعطيك العافية. اهلا فيك، تفضل. ست ربيكا، بس في عندي شغلة. انا موظف بشركة امن باحد السفارات بلبنان. نعم. اوكي؟ نعم. هلا حولونا، يعني بس طلع بتعرفي صارت ازمة قصة الدولار وارتفاع الاسعار وهيدا، تحول معيشنا انه طلبنا انه يكون بالدولار. صار عطونا بتشيك 500 دولار. نعم. هلا 500 دولار عم بجرب اقدمه على البنك، ما كان بنك بلوم بنك على يعني فرع بلوم بنك ما كانوا يقبضونا اياه. طب انا من منطقه الجبل، في بده تدفئه، بده واحد عنده عيال، عنده مصاريف، عنده مليون شغله بالاخص ايام الشتاء. يعني شو عم بيقولوا لك؟ يعني عم بيقولوا لك اذا ما عندك حساب بالبنك ما فيك تحطه ولا فيك تقبضه. انا عندي حساب بالدولار، ما بعرف انه شو الى اليه هيدي القصه. يعني طب شو بعمل؟ يعني بك حالي بدكم تطلبوا من هيدي الشركه ما تعمل لكم هون تشيكات، لانه اذا انت عندك حساب بهيدا البنك بالدولار بتحطه بحسابك وبتصير تسحب منه قديش عاطي البنك بالاسبوع، قد ايه عاطي
بالشهر يعني حسب القيمة اللي عندك إياها، عرفت؟ بس أنت هيدا معاشك متكل عليه كل السنة، يعني بدك إياه كاش، يمكن ما بدك تحطه بالبنك، ما بعرف هذه الآلية. نعم معظم المصارف يعني هلا اذا عم بتحط تشيك بحسابك ما فيك تقبضه كامل دغري، يعني بدك تروح مثل ما قايلين يعني كل جمعه يمكن 100 دولار، ما بعرف قديك البنك قديش عامل سقف يعني، بس لما يكون معاشك الشهري ما بعرف شو الاليه وشو الطريقه الواحد بيقدر يعملها، لانه انت عم تقبضها تشيك ما عم تقبضها مصاري كاش، او عم تقبضها لبناني وتحطها بالبنك بحولوا لك اياها على حسابك بالدولار، لا ترجع لكل بنك كيف قديش بتقدر تسحب منها بالجمعة. بياخد اتصال آخر. هي هيدي المشكلة يعني عند الناس يلي معيشاتهم يلي هن بدهم يدفعوا فيها الفواتير، بدهم ياكلوا، بدهم نقليات، بدهم ميت. طب كيف تشيك شو بيقدر يعملوا إذا حطيناه بالبنك؟ كيف بدهم يسحبوا؟ بدهم ينطروا يعني بالجمعة 100 دولار شو بتعمل لهم؟ بعدنا عم نحكي أي فاتورة اليوم عم تطلع فوق 100,000. حتى السوبر ماركت اليوم 100,000 ما بتجيب شيء. في اتصال. الو ست ربيكا. اهلا فيك. انا ست ربيكا بدي احسدك على طولة بالك وعلى شخصيتك الناعمة الحلوة. الله يخليك. اكثر من 5 سنين عم تحل المشاكل، نحل البلد. 10 10 بالام تي في 10. ست ربيكا بدي اسال سؤال انا لكل اللي عم يتصلوا. بس ما رفعت العشرة عرفت؟ بعدني. عفاك عفاك عفاك. بس لبنان رفع العشرة ورفع إذا بدك العشرين بمعنى تاني. ست ربيكا بدي أفهم شغلة، نحنا في شباب عملت تحركات على الطرقات اللي أكثر من 110 أيام على الطرقات، ما تلاقى مختار حس عدمه أنه هو انتخب حتى يراعي مصالح العالم ونزل بالمقدم وكان هو قائد للشباب، ما لقينا مجلس بلدي اللي ساكت على سرقة المستحقات البلدية اللي سرقوها السياسيين والوزارات وقال انه عيب انا اكون رئيس بلدي ومجلس بلدي وما انزل مع الشباب ووقف انا بالمقدمات. ما شفنا لحد هلا ولا شيخ عنده كرامه نزل بالمقدمه ولا خوري. يا ست ربيكا الشعب اللبناني اذا ما نحكي ماتيماتيك في كل يوم عم بيكون في 1000 شخص على الارض والالف عم بيصرف مينيموم شارج 5000، 5000 ب 1000 5 ملايين ب 100 يوم بيعملوا 500 مليون بيعملوا جمهوريه ثانيه. نحن شعب عم نضل نطق وننق وبالبنك وبغير البنك بس ولا واحد نزل من هالمتملقين حول الاشخاص يلي معهم مصاري ومعهم اموال هجم على البنك. يلي هجم على البنك طفل صغير وتلاقى عقاب ونحط بالحبس. نحن مشكلتنا انه انتخبنا مجلس بلدي وانتخبنا مخاتير وانتخبنا نواب حتى يعملوا مصالح الشعب. النواب عندهم حصانه بس هالمخاتير وين كرامة المختار ما يكون هو بقائد ثورة؟ وين كرامة مجلس البلدي والهيئة البلدية ما تكون هي بالمقدمة؟ في أخوة شناي ست ربيكا جر المي بساعة إذا كل عسكري حضر قبره بساعة، إذا كل رئيس بلدي ومجلس بلدي وكل مخاتير لبنان بيكون في عندهم كرامة للسلاجون اللي هني حاملينه مثل ما جر المي الأخوة بساعة على بيت الدين. في لبنان بيسقط بساعة إذا كل البلديات من رئيس البلدية وأعضاء البلدية والمخاتير بيكونوا هن بمقدمة المظاهرات وبيكون معهم الشيخ والخوري. إنما ست ربيكا شياطين الخرس، شياطين الخرس ولقطاء السياسي والدين خربوا البلد وبعدنا عم نطلب من 100 دولار و 200 دولار يا عيب الشوم علينا. نحنا نحن مشكلتنا يا ديعان النفس اللي عم نتنفسه، يعني الله بيبعتنا محل الاكسجين الشمسي اشرف لنا، صرنا اموات فوق التراب وعم نحكي على الهواء ومنغطي هواء واخر شيء عم ناكل هواء. لقلك شغله اللي عم بتقوله ما في حدا من الشعب اللبناني الا ما عم بيشعر هالشعور هيدا. لما انطلقت الثوره انطلقت من قله الثقه بالدوله وبالطبقة الحاكمة وبيلي انتخبناهن واللي بدك إيه، ولكن للأسف استغلت الثورة مع الناس يلي هن خارج عن القانون وخارج عن الشرعية وخارج عن كل شيء وكأنه هن مش ناس وهودي ناس. نحنا بالبلد كلنا بسفينة واحدة
إذا مش كلنا تضمننا حتى نخلص بلدنا ما بنقدر نقلع بالبلد ابدا. يعني اي مواطن باي مسؤوليه اللي كان لازم يتحمل مسؤوليته، اذا ما تحمل مسؤوليته كانه ما عملنا شيء ابدا، نحن بنكون عم نحفر قبرنا بايدنا. صوره اليوم نشوفها سوا. هالصورة هي انتو بتشوفوا سيارة مادد ايده عم بزت منها نفايات، بس ما عرفتوا ليه اخترت هالصورة. صراحة بلدية رشيا اخذت قرار انه كل انسان بيرمي من السيارة بده يزرع شجرة، وكل انسان في مكب زبالة حد بيته او ما بيرمي بده يزرع شجرة، وكل إنسان بقص شجرة بده يحط شجرتين. أنا كنت حابة كتير يكون معي رئيس بلدية رشي الأستاذ صالح منصور على الهواء، ولكن أستاذ صالح رئيس أنت معي؟ رئيس صالح أنت معي؟ نعم. بأربعين ثانية قديش مهمة هالخطوة؟ هيدي كتير مهمة لعدة أسباب، لأنه عم نحول المخالفة لشي ينفع البيئة وينفع المنطقة، والمخالف عم بيحس حاله أنه مش مثل ما يدفع ضبط كاش عم يعمل شيء لضيعته، وبنفس الوقت عم تشكل رادع لأنه مرة بعد مرة عم تزيد الكوست علي. بلشتوا تطبقوها رئيس؟ بلشتوا تطبقوها؟ بلشنا already. صار في 5 trees بالمنسيباليتي based على 5 مخالفات صاروا، وذا فيدباك از فيري بوزيتيف فروم ذا بيبل. كثير منيح، لكينا بنفصل بعدين الموضوع، بس حبيت ضوي على هالنقطه الايجابيه. شكرا لك رئيس بلديه رشيا، بنلتقى بكره عبر الام تي في. الى اللقاء.